إيغال النظام البحريني في سياسة التوتير وسياسة القمع واستخدام لغة التشويه خصوصا ضد الرموز المعارضة في هذا البلد، هو يؤشر إلى أن هذا النظام قد أفلس، وهو اليوم يحاول أن يعوض عن بعض ما فاته في الماضي من خلال إبقاء على لغة هذه اللغة الخشبية التي اليوم يفترض أنها باتت من مخلفات الماضي. أعتقد بأن حركة النظام اليوم باتت محدودة، رغم أنه يواصل تصعيد لغة القمع واستخدام أقصى ما لديه من أدوات قمعية، ولكن أعتقد بأن الإصرار المعارضة على حقوقها المشروعة سوف يجعل النظام في نهاية المطاف يخسر.